أقول إني شجيع أقول إني مجا شجاع هذا عرفته ولا أنا مدخل إبراهيم مثل بعض العرب. إبراهيم إذا ما يجي إلا شجيع ويطلع منه شجيع. ليه واللي ما يدخلونه هم شجعان؟ ترى ما له شغل. ما كان رجال يدخل. لا تشد. بيتحمل صدمة إبراهيم يمكن يقعد يبكي. طيب إبراهيم وش على الحد الجنوبي؟ ها لا. ها وش؟ إبراهيم هذا طال عمرك. ها. يمكن يجي رجال شهقة. يخليك تغادر المنتجة شجيعك يعني. لا اللي غدرت ولا طال عمرك طالع الاهلي وطالع الجمهور وطالع الخير. طيب ادري انك طالع اهلك طالع انت سمعت بس اسمع انت سمعت بعلمك حاجه انا بعلمك حاجتين شوف بعلمك حاجه دقيقه قبل ما تعلمني بما اني يعني تكلمت بالكلمه دي ما يدخل واحد اسمع ما يدخل واحد يبكي حلو يعني ابراهيم ادخله وابكي لا فيه يا اخي تبيني تبيني غادي شجاع ادخل ابراهيم يا اخي اسمع انت ايش بلاك انت اقول لك ولا كلمه بس انت ايش بلاك واضح انه يعني الكلمه هذه اثرت عليك وش اثرت علي؟ ها شوك ما خليني احكي سوالف قال خليني احكي طيب انا لو ما بيدخل ابراهيم لاني وش شوف يا حبيبي جهدونا تعال 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 جهدونا جهدونا جيبها انا تفيدونا ايوه انا زعلي هاي بس اتحلى يقول ابراهيم ما يدخل للشجاع ايش رايك يا طاهر؟ ابراهيم ما يدخل الا شجاع؟ مو شجاع انا اقول نجوميه يقول اللي فيه اللي فيه خوف اللي فيه خوف ابراهيم ما انا اتمنى انكم تسمعون من فمي ابرك يقول ذا لن يبكي اسمعوا من فمي ابرك والله يقول ابراهيم ما يدخل الا شجاع انا اول واحد انا اول واحد دخلت ما يدخل واحد يقعد يبكي وعارف ابراهيم مو انه نجوميه وبالعكس خروجك هذا يسرح معه كلنا بيقف على ابراهيم يقول ابراهيم كلهم في النهايه من بيوقف؟ 12 واحد بيفوز واحد ثلاثة بيفوزون ثلاثة واحد نجم جمهور واحد راية الوقت نجم الجمهور ان شاء الله افوز بس جائزة راية الوقت بياخذونها لهم افوز 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 ان شاء الله في المركز الاول